علام الإسلام فبهداه يقتدي قناة صدق جارية. رمضان كسلسلة رمضانية تربوية روحانية تحيي في قلوبنا محبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلام الإسلام. حديثنا اليوم عن فارس من فرسان الأمة الإسلامية، رمز من رموز الشجاعة، وهو الإمام علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي الهاشمي، وأمه هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، وهي بنت عم أبي طالب، كانت من المهاجرات توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أسلم الإمام علي وهو طفل ابن 8 سنين. روى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن وأقرأه. الرواة عنه: عرض عليه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأسود الدؤالي وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى عن علي الشيخان أبو بكر وعمر وبنوه الحسن والحسين ومحمد وعمر وابن عمه ابن عباس وابن الزبير وطائفة من الصحابة، ومن التابعين قيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماني ومسروق وأبو رجاء العطاردي وخلق كثير. كان من السابقين الأولين، شهد بدرا وما بعدها، وكان يكنى أبا تراب كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. صفته: كان متوسط الطول، أسمر أصلع شديد بياض اللحية كأنها قطن. مناقبه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وعنه قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون ويتحدثون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بعلي وبأسرته ويتعاهدهم بالزيارة. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، سورة آل عمران، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. صحيح مسلم. وعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه النسائي. وفاته: تولى الخلافة سنة 35 بعد مقتل عثمان بن عفان، وبويع له بالخلافة ما عدا معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام الذين طالبوه بالقصاص من قتلة عثمان، لكنه اشتغل بقتال الخوارج وحماية الدين من بدع الدخلاء والضالين. تآمر عليه جماعة من الخوارج
فقتله عبد الرحمن بن ملجم الحميري وضربه بالسيف في 17 من شهر رمضان سنة 40. وقد أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية، ووصاه بما وصاهما به، وأن يعظمهما ولا يقطع أمرا دونهما، وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة صدق جارية. رمضان كريم، أعلام الإسلام، فبهداه مقتدي.